أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، صدق الله العلي العظيم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء والرسل عليهم السلام، لا مقارنة بينهم وبينه، فحاشا أن يقارن به صلى الله عليه وآله أحد من الخلق، ولكن لكي لا تختلط علينا بعض ما اختلط عند كثير من الناس، وزن الأشياء بميزانها، تقييم الأشياء بقيمتها الحقيقية. إذا الإنسان فقد هذه البوصلة، فقد الميزان الصحيح لوزن الأشياء الثمينة، يقع في مشاكل كبيرة جدا. في الماديات ندرك هذا الشيء، إذا الإنسان ما عرف قيمة الدرة التي عنده سوف يبيعها بثمن بخس ويخسر خسارة كبيرة تكلفه لعله إلى آخر عمره. في الماديات ندرك، في المعنويات هكذا. إذا الميزان اختل، الإنسان يقع في مشاكل قد تكون كبيرة. لكي يعتدل عندنا بعض الشيء، هذا الميزان، هناك نقاط أمر عليها بسرعة، كل نقطة تحتاج إلى أن نتوقف عندها شيئا ما، ولكن لغرض آخر نريد أن نقف عند هذه النقاط. النقطة الأولى: القرآن الكريم كتاب أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، المخاطب بالقرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وآله، بصورة خاصة هناك آيات كثيرة وجهت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، بالمئات آيات قرآنية، أساساً القرآن هو موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله.
في كل الآيات التي وجهت الخطاب بصورة خاصة إلى النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم وهي بالمئات، لا نجد ولا مرة واحدة أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله باسمه أبدا ولا مرة واحدة. دائما الخطاب بصفاته، الخطاب بفضائله، الخطاب بمقاماته. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، دائما دائما. اسم النبي الشريف محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ورد في القرآن الكريم 4 مرات. اسمه الشريف الآخر أحمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، على ما أتذكر ورد في القرآن الكريم 1 مرة، ولكن يا محمد يا أحمد ما عندنا. صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبدا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم باسمه الشريف ما موجود ولا مرة. هذا تعظيم، أيما تعظيم، مع أنك تجد في القرآن الكريم الخطاب بأسماء الأنبياء موجود، حتى سادة الأنبياء، سادة الرسل أولي العزم، يا نوح موجود، يا إبراهيم موجود في القرآن، يا موسى موجود، يا عيسى موجود. طبعا طبيعي أن يخاطب الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأسمائهم، الله هو خالقهم، هم عبيد له. الأنبياء جدا رفيعين، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هم عبيد، ويفتخرون بهذه العبودية. أصلا المولى يخاطب عبده باسمه شيء جدا طبيعي، ولكن طبعا النبي الإسلامي صلى الله عليه وآله كذلك هو عبد لله سبحانه وتعالى ويفتخر بهذه العبودية، لكن تمييز، هناك درجات بين الرسل، هذا الرسول أفضل من ذاك الرسول، درجات كثيرة. لعلي أقول بعدد الأنبياء وبعدد الرسل الدرجات موجودة. النبي صلى الله عليه وآله هو عبد لله سبحانه وتعالى بدرجة أرفع؟ لا، ليست القضية درجة أرفع، تمييز أصلا هذا شيء آخر، هذا نموذج ثاني. التمييز غير قضية بيان درجة. لو كان الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله باسمه الشريف طبيعي عادي، مولا يخاطب عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، رسول الله عبد الله ويفتخر بهذه العبودية. الله عز وجل يريد أن يميز النبي، وقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، لأنه مثلا ما أراد أن يذكر اسم النبي، لا، اسم النبي صلى الله عليه وآله ذكر في القرآن الكريم. خطاب باسم النبي ما موجود، توقير، هذا نوع توقير، نوع تعظيم، نوع احترام، ولكن احترام تمييز كل الأنبياء، يعني على الأقل سادة الأنبياء وهم أولي العزم، وعدد آخر من الأنبياء، يا يحيى، روايات قرآنية أخرى أيضا عن أنبياء، خطاب بأسمائهم إلى النبي صلى الله عليه وآله تصل النوبة. والخطاب في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله كثير جدا، اسم النبي لا يذكر، تذكر صفات.
هذا يحتاج إلى تفسير. طبعا كلامنا ليس عن تفسير هذه الأمور، عن تمييز النبي صلى الله عليه وآله. نقطة ثانية، الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا ونورنا بها حديثنا، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. آية عجيبة. لماذا في هذه الآية المباركة قدم النبي صلى الله عليه وآله على بقية الرسل، على بقية أولي العزم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل آخرهم، هو الرسول الأخير؟ المفروض حسب الترتيب الزمني أليس أنه يذكر النبي صلى الله عليه وآله في آخر القائمة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله قدم في هذه الآية المباركة؟ قد يقال بأن الترتيب ليس بالضرورة أن يكون ترتيبا زمنيا، أحيانا الترتيب ترتيب بالفضيلة، الإنسان يذكر الأفضل ثم التالي ثم التالي هكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء، هو أفضل الرسل، هو أفضل أولي العزم، فذكر في البداية. لا أريد أن أنكر هذا الجواب، ولكن أقول ربما القضية لا تنحصر بهذا المقدار. إذا الترتيب كان ترتيب أفضلية فحسب، لكان إبراهيم يذكر قبل نوح، إبراهيم أفضل من نوح، موسى وعيسى لعلهما أفضل من نوح. ترتيب الفضيلة ليس هذا الترتيب. إذن القضية ليست ترتيب فضيلة فقط فحسب، ربما أيضا منه. إذن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله في بداية القائمة مع أنه هو آخر الرسل، خاتم الرسل؟ الترتيب ترتيب زمني، نوح قبل إبراهيم، إبراهيم كان قبل موسى، موسى كان قبل عيسى، الترتيب ترتيب زمني واضح. خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله لماذا ذكر في أول القائمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله زمنا كان قبله. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله خلق قبل نوح وقبلهم. النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا، ليس فقط خلق، كان نبيا قبلهم، رسالته كانت بعد رسالته، ليست نبوة النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله كان قبل نوح وكان نبيا قبل نبوة نوح، بل وكان نبيا قبل أن يخلق نوح. الترتيب ترتيب زمني، كنت نبيا في الخبر المشهور، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي صلى الله عليه وآله لا يقول كنت موجودا وآدم بين الماء والطين، لا، يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. في رواية شريفة أخرى، كنت نبيا وآدم منخول في طينته. العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه في موسوعة الغدير يقول هذا المعنى تواتر، يدعي التواتر، والعلامة الأميني خبير هذه الفنون، خبير هذه العلوم، يقول هذا المعنى تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وبطرق صحيحة.
هي طرق صحيحة، طرق صحيحة لا متواتر. النبي كان قبلهم، نعم، رسالته بعدهم. أقرأ لكم رواية شريفة، رواية مفصلة جدا. لعلها أكثر من 40 صفحة في البحار موجودة الرواية الشريفة. من أراد أن يراجع هذا المقطع الذي أنقله طبعا في المجلد 21 من موسوعة البحار، صفحة 319. طبعا بدأت الرواية قبل هذه الصفحة بصفحات. في مقطع من هذا الخبر حديث قدسي، كلام الله سبحانه وتعالى إلى عيسى، خطاب لعيسى: يا عيسى يا ابن الطاهر البتول اسمع قولي. أنا طبعا أستقطع مقاطع من الرواية الشريفة، يعني مقاطع أنقلها بسرعة. يا عيسى يا ابن الطاهرة البتول اسمع قولي، إلى أن يقول عز وجل: وأخبرهم، أخبر الناس أني أنا الله لا إله إلا أنا، فآمنوا بي، في مقطع آخر، فآمنوا بي وبرسولي النبي الأمي الذي يكون في آخر الزمان نبي الرحمة، إنه أول النبيين خلقا وآخرهم مبعثا. قال عيسى عليه السلام: يا مالك الدهور وعلام الغيوب، من هذا العبد الصالح الذي قد أحبه قلبي ولم تره عيني؟ قال عز وجل: اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. منتخب، أو في بعض النسخ منتجب، من ذرية إبراهيم، ومصطفى من سلالة إسماعيل، ذو الوجه الأقمر والجبين الأزهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسله من مباركة صديقة، لعل المقصود السيدة خديجة سلام الله عليها، يكون له منها ابنة لها فرخان، سيدان يستشهدان، أجعل نسل أحمد منهما. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فطوباهما ولمن أحبهما وشهد أيامهما فنصرهما. شاهدنا في مقطع من هذا الحديث الشريف إنه، أو قرأت لكم هذا المقطع، إنه أول النبيين خلقا وآخرهم مبعثا. بعثة النبي آخر الأنبياء، خلق النبي أول النبيين خلقا. هذه الآية المباركة ترتيبها ترتيب زمني، النبي خلق قبلهم، قبل نوح، لا قبل آدم، آدم أبو البشر، نعم النبي خلق قبله. أخرجه الله سبحانه وتعالى فيما بعد من نسل آدم، هو مخلوق قبل آدم، مخلوق قبل آدم، ليس فقط مخلوقا قبل آدم، كان نبيا قبل آدم بيوم، يومين، ثلاثة أيام، بآلاف السنوات قبل أن يخلق آدم خلق رسول الله. أنا لا أقول روايات وروايات مستفيضة، لعلها متواترة أصلا. آلاف السنوات قبله. قضية أفضلية، لا تمييز أصلا، تمييز عجيب. القضية ليست أن النبي صلى الله عليه وآله فقط أفضل من سائر الأنبياء، أفضل منهم بطريقة ما الله عز وجل كان يبين فضله، كما بين فضل بعض الأنبياء على بعض الأنبياء، لا تمييز. شيء ثاني، مخلوق آخر، نمط آخر
من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، نور. لا أتذكر ولا رواية واحدة تقول أن الأنبياء كانوا أنوارا. البشر روح وجسم، خاتم الأنبياء ليس كذلك، وكذلك أهل بيته صلوات الله عليهم أنوار. ليست القضية أجسام وأرواح فقط، أنوار قبل الأرواح وقبل الأجساد بالطبع. تمييز. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. منهم ضمير غائب، هؤلاء صلوات الله عليهم الأنبياء الرسل. نكات عديدة في هذه الآية المباركة لا أريد أن أتوقف عندها. كلامنا في التمييز، تمييز النبي صلى الله عليه وآله. نقطة ثالثة، ورد في حديث صحيح على الأصح، صحيح سندا على الأصح، بالنسبة إلى تفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. في مقطع من هذا الحديث الشريف يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره صلى الله عليه وآله. التفويض بسعة معنى هذه الكلمة، طبعا هناك تفويض باطل، ذاك التفويض الذي يجعل الله عز وجل مكتوف الأيدي، ذاك باطل قطعا ويقينا، كفر أصلا، أنه الأمور فوضت إلى غير الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بقي هكذا معطلا لا شيء بيده، هذا قطعا باطل، هذا كفر. لا، هذا التفويض باطل، لا يكون شيء إلا باستمرارية فيض الله سبحانه وتعالى. أي شيء لا يمكن، حتى عقلا، ليست القضية فقط شرعية، حتى عقلا يستدلون أن هذا الشيء غير ممكن، مستحيل، استحالة عقلية. في كل لحظة لحظة، في كل مخلوق يحتاج إلى إمداد من الله سبحانه وتعالى. التفويض ذاك باطل، غير ذاك تفويض الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشيء إجمالا من مسلمات المذهب الحق، من مسلمات المذهب الحق، روايات متواترة قطعا، عشرات الروايات الشريفة، بل حتى يستدل ببعض الآيات القرآنية الشريفة. الله عز وجل فوض لرسول الله صلى الله عليه وآله التشريع، هذا المقدار هو مؤكد، مؤكد عند أهل المذهب الحق. فوض التكوين إجمالا، كلامنا ليس في أصل التفويض، كلامنا في أن الله سبحانه وتعالى من بين كل الأنبياء خص هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله. لم، هذه نص عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام، لم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله عز وجل حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. لماذا فوض إلى رسول الله؟ لماذا لم يفوض إلى سائر الأنبياء؟ النبي إبراهيم جدا عظيم، النبي إبراهيم خليل الله، الوصف جدا كبير. النبي موسى كليم الله. هؤلاء العظمة صغيرة أمام عظمتهم، العظمة نفسها
تصور العظمة لا شيء أمام سادة الأنبياء. الله عز وجل ما فوض إليهم أبدا. لماذا لم يفوض إليهم؟ الله جواد، الله يعطي أي موضع رآه مناسبا له قابلية يعطي. ما أعطاهم، ما فوض إليهم أبدا، لأي نبي، لأي رسول، لأي رسول من أولي العزم من بين الأنبياء، فقط وفقط فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وأي تفويض؟ تفويض خذه على سعته لأبعد الدرجات. تفويض، تفويض دين الله سبحانه وتعالى، دين الله الذي لم يفوض فيه أي رسول حتى إبراهيم، وهو أفضل الرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما فوض إليه، ما فوض إليه شيء، وقد فوض الدين لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في التشريع، وفي التكوين أيضا على الأصح هو هذا تفويض. يا أخي الكلمة كثير عظيمة. التفويض ليس توكيلا، التفويض شيء آخر. أيضا ليس حديثي عن أصل التفويض، تمييز النبي صلى الله عليه وآله. هذه ثلاث نقاط سريعة فقط، كلامنا في جانب التمييز. قضية ليست قضية أفضلية فقط. طبعا إذا أراد الإنسان أن يتحدث في هذا الباب، الله أكبر من طول الحديث وعرضه، عشرات الموارد، قليل أقول هذه الكلمة، مئات الموارد. أنا بعلمي القليل 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 الأقل من القليل، لو أردت أن أتحدث عن هذا الموضوع لا أبالغ، لا تكفيني عشرات الساعات، نماذج لا تحصى كثرة، كثيرة جدا، نماذج تمييز النبي صلى الله عليه وآله عن كل الرسل. النقطة الرابعة، رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل مميز، في المقام مميز، في الخلق مميز، في المكانة عند الله عز وجل مميز، كما مميز في هذه الجوانب ميز رسول الله صلى الله عليه وآله في مصائبه أيضا. رسول بهذه المكانة عند الله عز وجل، الآيات القرآنية لا تذكر كل الأشياء ولا تذكر نصف الأشياء، قليل من الأشياء ذكرتها الآيات القرآنية. كم من الآيات القرآنية تحدثت عن مصائب النبي صلى الله عليه وآله، كم تحدثت عن إيذاء الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله، كم لعنت الآيات القرآنية من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، كم بيّنت اصطفاف جنود الله سبحانه وتعالى من الملائكة والبشر مع رسول الله. اصطفاف يعني ماذا؟ يعني توجد عداوة، يعني توجد مشكلة، يعني يوجد إيذاء لرسول الله حتى جعل الملائكة في صف النبي صلى الله عليه وآله. عشرات الآيات القرآنية، لا مئات الآيات القرآنية إذا تأمل الإنسان فيها تبين جانبا من مصيبة النبي صلى الله عليه وآله،
كم من الأذية. القرآن الكريم تحدث بشدة، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومنهم الذين يقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. لاحظوا كلمة الأذية، مادة الأذية كم مرة استخدمت لرسول الله صلى الله عليه وآله، كم مرة آذوا النبي. هذا ما هو مذكور في القرآن، والقرآن لا يذكر إلا أهم القضايا، إلا أقل من 1% من القضايا. اصطفاف جنود الله سبحانه وتعالى بصف النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعني أنه كان هناك اصطفاف في المقابل. إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله عز وجل يستخدم كلمة تظاهر، تظاهر. القضية ليست قضية شخص وشخصين. إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. أيها الناس اعرفوا، يا فلانة يا فلانة، الآية عن فلانة وفلانة. لا تتصوروا أنه النبي صلى الله عليه وآله ما عنده أحد. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اصطفاف، اصطفاف يعني ماذا؟ يعني إيذاء، يعني يوجد لا فقط مجرد إيذاء، يوجد اصطفاف في المقابل، حتى جعل الله سبحانه وتعالى في صف النبي صلى الله عليه وآله صفوف. لماذا هذا الإيذاء؟ من هو النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ميزه الله سبحانه وتعالى عن كل الرسل، ميزه. لو كان في أي أمة تحمل ذرة ذرة من الإنصاف لأخذت التراب من تحت قدميه يتباركون ويستشفون به. هكذا هذا هكذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، ميزه الله سبحانه وتعالى عن الرسل، عن سادة الرسل. ماذا يلزم أن يصنع به؟ في وجهه آذوه إلى أن دسوا له السم، قتلوه، كما تبين الآية المباركة: أفإن مات أو قتل. شرحنا كلمة أو قتل يعني بل قتل، ذكرنا ذلك، الآيات القرآنية شواهد على ذلك. الآن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي كان يستحق أن يقتل؟ أصلا الجوانب الإلهية يجعلوها جانبا. ما صنع لكم كنتم أسوأ أمة، أرذل أمة، رفعكم النبي صلى الله عليه وآله، حسب تعبيري جعلكم أوادم، رفعكم ورفعكم ورفعكم. الماديات التي أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وآله في الحياة المادية كم رفعكم؟ هذا النبي كان يستحق أن يقتل؟ أن يدس له السوم؟ أية أمة هذه الأمة؟ قتلوه. انتهت مشكلة النبي، مصيبة النبي انتهت؟ لا، بدأت المصيبة الثانية للنبي، مصيبته في أهل بيته. كم آذوا أهل بيته في زمن حياته أمامه؟ آذوا ابنته في حياته، آذوا ابن عمه نفسه بنص القرآن الكريم في زمن حياته. ما أن غمض النبي صلى الله عليه وآله عينيه حتى هجموا على دار أهل بيته. من الأنبياء تعرفون؟ ما مضت أيام بعد وفاته يهجمون على أهل بيته، تعرفون نبيا؟ لا أعرف.
انقلبوا حسب تعبير القرآن الكريم، انقلبوا على أعقابه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. متى؟ بعد سنة؟ بعد 10 سنوات؟ لا. والرسول في الحديث الشريف، والرسول لما يقبر، قبل أن يقبر النبي، قبل أن يدفن رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله بقي بعد استشهاده قبل الدفن أقل من 2 يوم، يوم وشيء من يوم آخر. في هذه الفترة انقلبوا وهجموا، بالتحديد في الساعات الأول. الله أكبر. والرسول لما يقبر، انتظروا ليدفن النبي بعد ذلك. وتوالت المصائب على أهل بيته حتى عاشوراء صنعوا ما صنعوا، لا كأن هؤلاء أبناء النبي، لا كأنه هؤلاء بنيات رسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي يرى، والنبي يتألم. النبي مصيبته، هذه مصيبة النبي. أم سلمة، سمعتم الرواية الشريفة عن الخطباء الكرام، أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وآله يوم استشهاد الإمام الحسين يوم عاشوراء، رأت النبي أشعث مغبرا. النبي كان في مصيبة، هذه مصيبة النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله مميز في العظمة، مميز في المقام عند الله، وهو مميز في المصيبة. مصيبته كانت في حياته، ولكن الفصل الثاني من مصيبته بدأ منذ استشهاده. مصيبته، هذه مصيبة النبي صلى الله عليه وآله. النبي شاهد، بدأ من هذه الأيام، من اليوم الذي اجتمعوا عنده فأهانوه في وجهه أمامه، أيما إهانة. وهذه الأيام المقبلة في هذا الأسبوع أيام مصائب النبي صلى الله عليه وآله، وأيام مصيبة أهل بيته باستشهاد النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه في حديث يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، بات آل محمد صلوات الله عليهم بأطول ليلة، هذه كناية عجيبة، حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. كناية عجيبة عجيبة. هكذا كانت حالة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ولشدة المصيبة ولشدة الألم في قلوب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، جاء خطاب، جاءت تعزية من الله سبحانه وتعالى. الحديث مفصل، الله عز وجل خاطبهم خطاب مباشر أو ملك، إجمالا جاءت التعزية حسب الرواية الشريفة من الله سبحانه وتعالى، خاطبهم تسلية. المصيبة مصيبة، اصبروا يا أهل بيت النبي، تصبير تسلية لهم، أو بالتحديد تعزية، لأن عبارة الرواية الشريفة تعزية لهم. عظم الله أجورنا وأجور المؤمنين والمؤمنات بمصابنا العظيم بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بثار رسول الله مع وليه وفي خدمة وليه وتحت راية وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.